ومازال احتفالنا مع حضراتكم باليوم العالمي للإذاعة مستمر، ودلوقتي هنرحب واحد من عمالقة وأعمدة الإذاعة المصرية، الأستاذ الكبير فهمي عمر اللي موجود دلوقتي معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا. صباح الخير يا مصر. صباح الخير. أهلا 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 جاكي جمالك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ فهمي، ورحلة طويلة جدا مع الإذاعة المصرية، يمكن 50 سنة من العطاء الإذاعي. الرحلة دي كان لها بالتأكيد شغف، وكان لها حب في البداية، وكان لها بدايات. أنا عايز أسأل حضرتك إزاي دخلت الإذاعة، وإزاي كان الشغف في البداية، وعجبت بمين إذاعيا علشان تشتغل مذيع، وبعد كده اسمك يبقى من أهم أسماء الإذاعة المصرية. تاريخ طويل يا مصطفى حبيبي، انت بترجعني بقى سنوات بعيدة إلى الخلف. يعني أنا الإذاعة دي لما أدخلها كده يعني عامدة متعمدة، ولكنها جاءت بالصدفة البحتة. أي يعني الصدفة هي التي يعني أدخلتني الإذاعة. يعني كان في إعلان عايزين مذيعين، وأنا تقدمت يعني على أساس إني أنا يعني، وقد كان إرادة الله فوق الشك والتهم كما يقولون. فكان يعني العمل الإذاعي الذي بدأ في أوائل خمسينيات القرن الماضي، ولله الحمد عقرت الإذاعة هذه السنوات الطويلة، وكانت سنوات أعتقد أنها يعني كان لها تأثير إيجابي كبير جدا في حياتي وفي شخصيتي. أشكر الله على أن هداني إلى هذا الطريق، وأصبحت واحدا من أبناء الإذاعة المصرية. وأنا يعني في هذا الخصوص هقول كلمة كده قصيرة في حق الإذاعة عامة والإذاعة المصرية خاصة، وأبدأها بالتحية والسلام وصباح الخير جمانة، صباح الخير مصطفى. يا سلام. أقول تحية عطرة للإذاعة في عيدها العالمي، تحية تبجيل للإذاعة عامة، حيث هي الفضاءات الواسعة من ألوان الفنون والثقافة والسياسة والحياة الاجتماعية والرياضية. تحية وتهنئة لهذا الجهاز الإعلامي في عيده، خاصة إذاعتنا الحبيبة هنا القاهرة، الجهاز الذي ينشر الجمال بما يقدمه من فنون إذاعية دون إسفاف أو ابتذال. وأقولها كلمة قاطعة، الإذاعة المصرية بلا شك تخرج برامجها وأخبارها وكلماتها عبر ميكروفونها كلمات أنيقة، برامجها وأغانيها تثري الوجدان، تقوم بمسؤوليتها التي اطلعت بها منذ النشأة، وهي أن تقدم ثقافة ترفه وترفيه يثقف. وأضيف أيضا أن إذاعتنا الحبيبة تعتبر كتيبة صد لأي كلمة مسبة أو نغمة نشاز أو أسلوب جارح. إذاعتنا الحبيبة، وأقولها في عيد الإذاعة العالمي، أنك جامعة أثيرية تنشرين العلم والثقافة، وتتفقين نهرا فياضا بالعطاء الأدبي والفني. فأنت ينطبق عليك القول خير أنيس في الزمان الإذاعة. كل التحية والتقدير، وكل عام وأنتم بخير. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. طيب يعني بما أني يعني واحدة من معجبين حضرتك ومتابعة جيدة لسيرة حضرتك، فأنا عارفة أنه كان يعني في مخيلتك أن أنت تكون طبيب أو قاضي، ولكن زي ما حضرتك قلت الصدفة أدخلتك مجال الإذاعة. لكن بالطبع كان في معايير متواجدة في حضرتك عشان تكون مذيع إذاعي وأن تصل إلى هذا الحجم، وأن تكون واحد من أهم مذيعين الإذاعة، وخاصة في هذا التوقيت يا فندم كان مذيع الإذاعة كان يجب أن يكون في كامل هيئته حتى لو من وراء الميكروفون. من أهم المعايير التي يجب أن تتوافر المذيع أن يحب عمله، وإحنا والله الحمد كنا نحب هذا العمل ونقدسه ونحترمه، وبالتالي أعطانا هذا العمل ما تقولين عنه من ثقة في النفس ومن لمعان ونجومية إلى آخره إلى آخره. حب العمل وتقديسه هو الطريق إلى النجومية، والطريق إلى المعرفة، والطريق إلى يعني قاعدة كبيرة من الحب بين الناس وبين الأصدقاء.
استاذ فهمي، يعني ارتبط اسم حضرتك بثوره 23 يوليو، وجماعتك ارتبط اسم حضرتك بثوره 23 يوليو. اه ده كان يعني من حظي، وكان من تصاريف القدر الجميل بالنسبه لي، لان تكون يعني وردية الصباح يوم 23 يوليو سنه 1952 من نصيبي. أيوة. فأنا يعني لم أخطط لهذا، ولكن القدر هو الذي خطط لهذا الأمر. يعني وقد كان، ما هو قصة معروفة مصطفى حبيب، يعني مش عايز أكررها كتير يعني. صحيح. يعني حاجة معروفة، أن يوم 23 يوليو سنة 52 كنت أنا المذيع المنوب في فترة الصباح من البرامج، ما كانش الإذاعة زي دلوقتي كده تبث على مدى الـ 24 ساعة. أيوة. كانت على فترات، في فترة الصباح، فترة الضحى، فترة ما بعد الظهر، فترة المساء، فترة السهرة. وعلى هذا الأساس دخل عليك الرئيس السادات وألقى بيان الثورة. أنا دخل، أنا رحت لقيته، ما هو ما دخلش علي، أنا رحت لقيته. وكان الكلام ده في مبنى الشريفين، ما كان عند البورصة، ما كانش في الإيه؟ لا لا، كان في شارع جنبكم في منطقة الشريفين اسمه شارع علوي، حيث صحيح. كانت استوديوهات الإذاعة التي يحتل مكانها الآن مبنى البنك الأهلي. صحيح. فهذا هو المكان الذي كانت تبث منه برامج الإذاعة المصرية، حيث كانت استوديوهات. فعندما توجهت في الصباح الباكر في ذاك اليوم، كانت القوات المسلحة موجودة برجالها وأبطالها تحيط بالمبنى، فكان اللقاء يعني. واستمرت علاقتك بالرئيس السادات بعد ذلك يا فندم؟ والله يعني ظروف العمل برضه اقتضت، اللي أنا في مناسبات كثيرة كنت يعني ألتقي به، كان الرجل يعني رحمة الله عليه يحييني قائلا هذا هو المذيع الصعيدي الذي فتح لي ابواب الميكروفون يوم 23 يوليو. ايوه. طيب استاذ فهمي، انا عارفه كمان حضرتك يعني بتحب الرياضه بشكل كبير جدا، سر حبك للتعليق الرياضي ايه؟ نعم، سر حب حضرتك للتعليق الرياضي؟ لانه عندي طبعا الرياضه بطبيعتها شيء اجتماعي، الناس تقبل عليه وتسعد به وتسعى اليه. فيعني التعليق الرياضي يعني الحمد لله ولد زي ما يقول يعني ولد محبوبا من الجماهير، لأن الجماهير بتتعطش لمعرفه النتائج. ما كانتش بقى لكل الاعلام على هذه الصوره من الشموليه والاتساع، بل كانت يعني الناس تتلهف على معرفه النتائج مثلا في بورسعيد وفي الاسماعيليه وفي الاسكندريه، ولم تكن وسائل الاتصال الموجوده حاليا متاحه انك تتكلمي في التليفون فورا فتعرف النتيجه. فكان الجميع ينتظر هذا الموعد التعليق الساعة 7:05 من مساء يوم كل يوم يعني تقام فيه المباريات. ومن الله عليه سبحانه وتعالى بفضله وهداني إلى هذا التعليق فقدمناه، فكانت له جماهيرية كبيرة الحمد لله. الناس كلها عايزة تعرف نتيجة الأهلي في النصر مثلا في بورسعيد، أو نتيجة الزمالك في الإسماعيلية، أو الاتحاد مع الأولمبي. ومن هنا كان الإقبال على هذا البرنامج، يعني ما هو بطبيعته كان يعني برنامج جماهيري، الناس تقبل عليه كده يعني، سواء كان بيقدموا فهد عمر أو بتقدموا نجوم أنا. لا طبعا يا فندم، مفيش مقارنة، ازاي؟ العفو. صباح الخير عليكم يا أولاد، وأرجو لكم التوفيق. ربنا يخليك يا أستاذ فهد، عشان تبقوا نجوم. حبوا الإذاعة، يعني يعني ذوبوا طربا وحبا في الميكروفون، كلما حبيتوا الميكروفون وخدمتوه، كلما اعطاكم الميكروفون نجوميه وسعاده ورفاهيه في الحياه. صحيح. طيب طبعا. استاذ فهمي، انا يعني عايز اسال حضرتك تقييمك دلوقتي ورؤيتك بصفتك اذاعي كبير للاذاعه المصريه بشكل عام بشبكاتها. انا عارف انت عايز تقول ايه. ايوه. يعني انا كلما ارجو ان تمتد اليد الكريمه يعني لتقدم للاذاعه ما تستحقه. ايوه. من عطاء يؤدي بها إلى تقديم برامجها الشائقة والشيقة التي كانت تقدمها على مدى زمانها. أريد أن أسمع مسلسلات جديدة، أريد أن أسمع حفلات غنائية جديدة، أريد بالميكروفون أيضا أن يتنقل في أنحاء مصر يكتشف المواهب ويقدم كل صاحب يعني أعضاء فني أو ثقافي أو أدبي، وأن تقوم الإذاعة يعني برحلات إلى مختلف أنحاء الجمهورية، تقيم الحفلات بتاعتها وتلتقي بالمسؤولين، تستمع إلى شكوى الناس وتجد الحلول لهذه الشكاوى. هذا هو الدور الذي يجب أن تطلع به الإذاعة، ولن تقوم بدور هذا الإذاعة إلا إذا كان لها
يعني يد بيضاء تمتد إليها لتأخذ بها وتعيدها إلى سيرتها الأولى. وهذا ما أرجوه وأدعو الله أن يتحقق في القريب العاجل بإذن الله. طبعا يعني الإذاعة الكبير فهمي عمر، يعني وحضرتك تتحدث عن الإذاعة بهذا الشغف حتى الآن، بذكرياتك مع الإذاعة إيه أكتر موقف تتذكره حتى الآن؟ نعم حكيت إيه؟ أكتر موقف حضرتك تتذكره حتى الآن؟ هو في موقف يوم 23 يوليو؟ طبعا طبعا، لو هنقول بجانب هذا الموقف. تحياتي لك يا مصطفى، تحياتي لك يا جمانة، وأرجو لكم كل التوفيق يا أولادي. نشكرك يا فندم جزيل الشكر، كل سنة بحضرتك طيب يا فندم. طيب ربنا يديك الصحة. شكرا شكرا جزيلا الإذاعي القدير الكبير أستاذنا الكبير فهمي عمر.